السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا مضطر انزل الفيديو لاني جوني اسئله. ابل قبل شوي نزلت السوفت وير 12.4.2 للاجهزه اللي ما تدعم الاي او اس 13، للاجهزه مثل الايفون 6 وانت نازل او 5S ما تدعم الاي او اس 13، فابل في تحديث نزلت لهم عدلت عليه فنزلت سميته 12.4.2. اوكي، يجوني اشخاص يقول لي ليش ما نزلني التحديث، يسألوني كذا، يعني اقول لهم السوفت وير حقكم كم؟ السوفت وير حقكم 13، يبي ينزل تحديث. اي تحديث يبي ينزله؟ طيب 12.4.1 هو اقل من اللي عندك، انت عندك 13، تبي ابل يعني هذا ما بتعريف، هذا داون جريد بتسوي، تسوي رجوع انت. فانت السوفت وير حقك احدث، اوكي؟ السوفت وير حقك قدام. فابل الحين 12.4.2 نازل الاجهزه القديمه اللي خلاص ما راح يجي لهم 13، في مشاكل عندهم ثغرات امنيه، فابل نزلت لهم سوفت وير 12.4.2 تحديث لاجهزتهم، اوكي؟ فالتحديث الاجهزه ما تدعم الاي او اس 13 يخش ويحدث الجهاز هذا، بس تحديثات امنيه بس. اللي عندك 13.1 خلاص انساه، لا تفكر في السوفت وير هذا. بس هذا الفيديو، ان شاء الله الناس يفهمونها، يفهمون كل شيء. واللي منزل البيتا بليز، منزل بيتا انت يعني قبل اسبوعين، قبل ما ينزل 13.1 نزل 13 يقول لي ابي انزله، اقول له كم اصدارك؟ يقول لي 13.1، اقول له كيف تبي تنزل 13؟ علمني انت كيف، انت اوريدي قدام 13.1، كيف تبي تنزل 13؟ فرمت جهازك، حطه في الايتونز وفرمته. في اسئله ما ادري كيف، استغفر الله، فسامحوني يعني يجوني الاسئله، احيانا نفس الفيديو هذا الحين قاعد اتكلم عن المشكله يجي لي واحد يسالني الحين يجي لك واحد يسالك يقول لك كيف انزل السوفت وير حقي، انا السوفت وير حقي الحين 13، كيف انزل التحديث 12.4.2؟ شوف الفيديو انت اول شيء وافهم. فانت قدام لا تفكر في اللي ورا، وانت اذا عندك بيتا انت اللي دخلت وانت المتسبب في ذي المشكله. تبي تصير نفسك نفس العالم او نفس الاشخاص العاديين، خش اعدادات عام البروفايل، احذف البيتا وانتظر سوفت وير رسمي ينزل من ابل 12.13.1.1 مثلا ويجي لك التحليل وتحدثه. لكن دامك انت متعلق في البيتا فانت في البيتا في النسخه التجريبيه وبس. فبنهايه الفيديو اسف على الفيديو ذا السريع، لأنه جالس في الكافي وكل شوي يكلموني ناس اوكي. ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون بكرة الساعة 9 المساء راح نطلع فيديو لايف في القناة انا وعلي، نتكلم عن ايش اللي سوينا في الجهاز، عن الايفون 11 برو ماكس وعلي على الايفون 11، ونتكلم نشوف الميزات. فالتصوير هذا الفيديو من الايفون 11 برو ماكس، الكاميرا الاماميه 4K 60 فريم الثانيه. والسلام عليكم، ولا تنسون من فضل دعائكم. باي.